مباراة الكاس خلي بال حضراتكم بتختلف. هل مباراه الكاس يا كريم بتختلف عن مباريات الدوري؟ بمعنى ان تحضيري لمباريات الكاس نهائي الكاس طبعا بيختلف عن اي مباراه اخرى كتحضير؟ لا، ولكن كحسابات عند الجهاز الفني وعند اللاعبين مليون في الميه طبعا مختلفه، لان احنا بنتكلم ان في الدوري اكيد كل فريق بيبقى باصص هو عايز من الماتش ايه. ساعات في بعض الاحيان في فريق بينزل يلعب على تو اوبشنز، انا عايز العب على التعادل، التعادل مش هزعل منه، وعايز العب على المكسب. في الكاس لا، الكاس انا بتكلم على ماتش 90 دقيقه في ممكن يوصل ل 120 دقيقه، لكن جزيئات بسيطه جدا 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 بتفرق. الفريق دايما اللي بيتقدم في ماتش حاسم بيبقى عنده افضليه، والروح المعنويه عنده بتزيد على الفريق اللي قدامه اللي هو مطالب ان هو يعمل ما يشبه الريمونتادا او الكامباك. فانا بشوف طبعا ماتشات الكاس تحضيرها مختلف، واعتقد في الوقت الحالي النادي الاهلي بقى مطالب بحاجات كتيره جدا جدا، اللي احنا فعلا يوم الخميس هنواجه فريق جاهز بدنيا وفنيا بشكل كبير جدا جدا. وده اللي انا كنت بقوله يا كريم، لانه طبعًا البعض بيحاول يقول لك ان فريق نادي الزمالك فريق واقع عشان الدكه البدلاء مثلا ما عليهاش لعيبه تقيله، بيحاول ده يزيد من الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك، ده يزيد من الجهاز الفني بتاع الزمالك بالظبط. فبنتكلم يعني كوره، مش فريق، لا مش فريق واقع يا جماعه، فريق جيد جدا. لا طبعا كابتن اسلام السؤال دلوقتي، انت مدير فني مدرب، هو المدرب الشاطر اللي اجيب له لعيب بيرفكت ويقدم منه نسخه حلوه، ولا اللي اجيب له لعيب ناشئ صغير ويعمل منه فريق كويس؟ نسخه، هل بكل امانه نسخه زمالك فيريرا هي نسخه زمالك كارتيرون؟ لا طبعا. هنتكلم زمالك كارتيرون فضل بيخسر العديد من النقاط، وفيريرا فعلا قدر بالظبط بعد ماتش انبي، كنت لسه بتكلم مع جيمي في الحته دي قبل الهوا، بعد ماتش انبي جيش وانبي خد قرار شجاع جدا فني، قرار ذكي، قرار صحيح سليم. يا جماعه القايمه دي ما تنفعش تلعب باربعه انت واحد تاني، انتوا ما تقدروش تعملوها. طب نعمل ايه يا كوتش؟ 3 4 3 منذ تحول نادي الزمالك للعب بطريقه 3 4 3 مع فقداننا وفقدان النادي الاهلي العديد من النقاط، النهارده نادي الزمالك هو الاقل خساره للنقاط في الدوري. هو طبعا لسه بدري جدا، لكن حاليا معلومه نادي الزمالك هو اقل الفرق خساره للنقاط في الدوري، وبالتالي احنا لازم نشوف ايه نقاط القوه في نادي الزمالك، ولازم نشوف نقاط الضعف، وندرس كمان. فيريرا مش مدير فني جديد، لا يعني واجهنا قبل كده وكسب بالنادي الاهلي ثنائيه دوري وكاس، فلازم نبقى جاهزين كويس، لان الراجل فعلا مدير فني قدير، مدير فني عنده حلول وبيقدر يعني يتصرف في المواقف دي، فمحتاجين ان احنا نكشف هذه الامور. طيب ونتكلم عليها شويه ايمن.